اهلا بكم مشاهدينا وفقره مهمه جدا عن الضرائب خصوصا انه امبارح إن كان في تصريح لوزير الماليه أستاذ هاني قدري ديمان إنه الحكومة تدرس فرض ضريبة ضريبة إضافية تبلغ 5% على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة عامين وأوضح في مؤتمر صحفي إن الوزارة بتبحث آليات فرض ضريبة 5% على أصحاب الدخول العالية لمدة عامين وأنها ستعرض الآليات قريباً على مجلس الوزراء. حول المستجدات في 5% هتتفرض على مين والشريحة هتبقى إزاي مشرفنا أستاذ ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب. صباح في البدايه عايزين نعرف اهميه الضرائب في بلدنا وفائدتها لخزينه الدوله خصوصا انه يعني احنا دوله من الدول اللي بتفرض ضرائب كثيره بعكس دول اخرى وموضوع الضريبه التصاعديه عندنا مش مفعل بنفس الشكل اللي في دول كبيره في العالم والشرائح العليا بتدفع ارقام كبيره تمام هو الحقيقه النظام الضرايب في مصر هو نظام معمول من قديم الازل أه لكن الضرايب عندنا في مصر هي بتمثل المورد الرئيسي للخزانه العامه للدوله وده, وده طبعا في اعراف الدول ما ينفعش ان النهارده الضرايب تمثل 70% من خزانه الموارد الدوله المصريه في حين ان انت عندك المفروض موارد اخرى المفروض تدعم الخزينه العامه للدوله فبيبقى الاعتماد الاساسي كله على الضرايب فرض الضريبه في اي حته في العالم بيجي من ثلاث مصادر المصدر الاولاني اما توسع قاعده المجتمع الضريبي فبالتالي كل الناس تدفع ضرائب عادله وبالتالي عندك توسيع مجتمع ضريبي او انك تخلق اوعيه ضريبيه مختلفه او ترفع سعر الضريبه رفع سعر الضريبه دائما وابدا هو بيبقى اسهل واسرع طريقه بتتعامل بيه مصر للاسف وده مش طبيعي التصريح اللي صدر امبارح عن وزاره الماليه ان كان في مقترح من بعض رجال الاعمال بفرض ضريبه 5% على الدخول العاليه، هي بالظبط احنا بنرفع سعر الضريبه. لان احنا عندنا سعر الضريبه عندنا الممول نوعين. الممول اللي هو الشخص الطبيعي الفرد اللي هو بيبقى داخله يا اما من ايراد مرتبات او ايراد مهن او ايراد ارباح تجاريه وصناعيه او ثروه عقاريه. والممول الاخر اللي هم الشركات. الشركات الضريبه ثابته عليها 25%. وهي سعر واحد محدد خمسه في القانون الضريبه على الافراد او دخول الاشخاص الطبيعيين دي ضريبه اوريدي تصاعديه احنا الضريبه التصاعديه اوريدي موجوده في مصر لان بتبدا من اول شريحه 5000 بسعر طيب. صفر وبتبدا تتدرج ل 10% 15 الى 25% اللي هو اكثر من 250 الف دخله بيدفع 25% طيب هناخد بس هنكمل الشرايح بس في خبر عاجل على كل المواقع استشهد ضابط بالقوات المسلحه واصيب اخرون الاربعه في حادث اطلاق نار على حافله تابعه للجيش بمنطقه الاميريه بالقاهره والتحريات الاوليه قالت ان مجهولين مسلحين اطلقوا عائره ناريه على اتوبيس تبع للقوات المسلحه في شارع الكابلات بالقرب من اسم المطريه ولازوا بالفرار تم نقل الضابط والمصابين لمستشفى الزيتون ومنها لمستشفى كوبري القبه البقاء لله في ضابط القوات المسلحه ويا رب السلامه وما يسقطش شهداء اخرين من قواتنا المسلحه بسبب الاصابات ونتمني انه يعني ترد علينا القوات المسلحه لان الموضوع ابتدى يتطور بشكل صعب نرجع لحوارنا يا فندم نرجع آه لانه الموضوع صعب انه يعني الخبر مفاجئ على كل المواقع وانا قريته من المصري اليوم بس تحديدا عشان الاسناد للجهه الاعلاميه وننعي طبعا قواتنا المسلحه وربنا يعينهم في الفتره القادمه ويعين اللي اللي بيدير شؤون البلد في هذه الفتره الحرجه بصراحه نتمنى يا فندم خلينا نرجع للشرائح الضريبيه اللي بتبتدي من 5000 جنيه وتوصل ل 250000 اول 5000 جنيه, جنيه بشريحه صفر وبعدين بتتدرج 10% 15 20 الى ان احنا بنوصل لشريحه 250000 جنيه بتخضع ل 25% طبعا. معنى انه يفرض ضريبه ثانيه 5% لمده سنتين او ثلاثه بشكل استثنائي م. على الدخل اللي هيزيد عن مليون او 2 مليون جنيه يبقى هو النهارده رفع سعر الضريبه اوتوماتيك هو رفع سعر الضريبه على الجميع ولا على لا على دخول الاشخاص الطبيعيين فقط اللي هم بيمثلوا المرتبات اللي هيعدي المليون جنيه في مرتبه او 2 مليون لسه حد. بس هم كام واحد اللي بيعدوا المليون جنيه في هو ده بالظبط هل النهارده مردود هذه الضريبه هيعود على الخزانه العامه للدوله بكام هل هو النهارده حصر اصحاب الدخول العاليه هو لسه ما الاول هل هيفرض على بعد المليون ولا 2 مليون م. طيب هل النهارده عنده حصر للدخول بتاعه المصريين سواء من المرتبات او من المهن او من مصادر اخرى عشان يفرض هذه الضريبه وهل مردودة كام على الخزانه العامه؟ هل في الاخر هتجيب مليار يبقى ملهاش لازمه. طب وهل الضرابة الضرائب التصاعديه اللي مذكوره في الدستور هيتم تطبيقها زي الدول الاجنبيه؟ يعني الارقام بره بتوصل لارقام كبيره جدا لو هو احنا هنا بنتكلم على المية هو طبعا من حقه ان هو يطلب من اصحاب الدخول العاليه يبقى في شرايح عاليه تمام لكن في المقابل المفروض يبقى في توفير للخدمات بالشكل اللي يكافئ الضرايب دي فهل في دراسه للموضوع كله ولا هي تبقى بس في 5% لمده سنتين وكان الله بالسر عليه هو انت يمكن حضرتك اشرت النقطه جميلة جدا ان انا النهارده انت بتفرض ضرايب يمكن حتى في كل العالم بره بيقول لك حقوق دافع الضرائب لإن دافعي الضرائب دول من الفئة رقم واحد. وكان وأوباما كان يسأل في الفلوس اللي الإخوان المسلمين بالسبب ده لأن ده فلوس دافعي الضرائب الأمريكيين. طيب النهارده لما هتفرض ضريبة عالية ال... ال... الناس الناس مصر وط... الناس... المصريين وطنيين جدا 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 في سداد الضريبة. وشعب عاطفي جدا وشعب لما تتكالب عليه وتطلب حاجة للبلد ما بيتأخرش. لكن النهارده لما تيجي تفرض ضريبة زي بره وتوصل ل 50 و60 و70%. في صاحب هذا الدخل العالي عنده التزامات بره بيتخصم المدارس بيلاقي علاج صحي بيلاقي شوارع ممهده بيلاقي كل الخدمات المتاحه ليه فبالتالي هو بيدفع الضريبه وما عندوش مشكله انه ما يدخرش لكن انت عندك في مصر الوضع عكسي ان انت النهارده كل الاعفاء اللي انت بتمنحه للموظف هو عباره عن 7000 جنيه بخلاف الشريحه الاولى ال 5000 جنيه والعلاوات الخاصه يعني الف جنيه في الشهر الف جنيه دي حتى النهارده هتغطي له ايه؟ لما تيجي انت لصاحب الدخل العالي اللي انت عايز توصل معاه لاعلى شريحه ممكن في في الدوله طيب هتغطي له ايه ولا هتغطي مدارس ولا هتغطي مصاريف علاج طبي ولا اي حاجه ليه فبالتالي النهارده لازم لما هنطلب لازم هتطلب المقابل بتاعها وفي سؤال مهم يا فندم بس انا عايز افهمه انه الجزئيه دي كنا بنتكلم فيها قبل الهوا المؤسسات الحكوميه الكبيره ليه الموظفين بيتحاسبوا ما بيتحاسبوش بشكل فردي وبيتحاسب المؤسسه كلها بيترك للمؤسسه ان هي تاخد الضرائب بالشكل اللي هي تشوفه وبعد كده هي تتعامل مع ال يعني هي هي بتاخد من الموظفين بكل بطريقتها وهي تورد منها للضرائب لكن الموظف ما يقدرش يعرف هو لا. هو انا اقول حاجه هو اي جهه عمل في مصر هي المكلفه بخصم وتوريد الضريبه لمصلحه الضرائب لكن خصم وتوريد الضريبه ده بتبقى للقانون مم. والقانون 91 لسنه 2005 ادى الحق لكل موظف مم. سواء في الدوله او في القطاع الخاص انه يطلب شهاده بمصادر دخله او باجمالي دخله من هذه الجهه أوه. وكيفيه حساب الضريبه. فاذا انت حصلت على هذه الشهاده من جهه عملك ولقيت حسبه الضريبه غلط تقدر ترجع لجهة العمل او لمصلحه الضرايب عشان تصحح لك حساب الضريبه وترجع على جهه عمل بهذه الضريبه. لكن كل جهات العمل في مصر سواء القطاع الخاص او العام هو المكلف بخصم وحساب الضريبه لكن ما بيخصمش على هواه لازم يخصم طبقا للقانون هو ملزم ان هو يديك ده ده في صلب القانون ان ادى للموظف الحق انه يطلب شهاده بمفردات دخله تمام تمام فنرجع بقى لعمليه الضريبه الاستثنائيه دي الحقيقه الضريبه الاستثنائيه دي فرضت في مصر في مره من المرات سنه 1941 بموجب قانون رقم 60 ايام بقى الحروب والكلام ده كله والثروات اللي تضاعفت مع المصريين في في ابان هذه الحروب. ففرضت هذه الضريبه سنه 1941 والغيت سنه 1950. كانت فرض الضريبه دي على الارباح الاستثنائيه في هذه الفتره، الارباح اللي حققها الشخص سنه 1937 او 38 او 39 وبيختار سنه واحده. التخوف ايه؟ ان هم النهارده بيقولوا الضريبه هتفرض لمده سنتين. مفيش ضمان حتى لو انا قلت في القانون النهارده تفرض ضريبه لمده سنتين ما انا ممكن بعد السنتين اعمل تشريع امد تاني الضريبه يبقى اذا النهارده احنا مش عايزين فرض ضريبه بشكل مفاجئ او استثنائي ما يحققليش الغرض احنا عايزين النهارده نعمل استراتيجيه او اليه او سياسه ضريبيه واضحه عشان كده كنت بسال هل ده هيبقى مجرد اجراء فقط ولا هيبقى منظومه كامله تعديل للشرائح الضريبيه يعني هل ده ضمن تعديل للشرائح الضريبيه؟ لا هو دي هي ايه ولا ده تحديدا فقط قرار؟ هو ده اجراء فقط اجراء فقط اه ويمكن التصريح اللي صدر امبارح قال بناء على اقتراح من بعض رجال الاعمال قدم للحكومه السابقه حكومه حازم الببلاوي لكن هذا الاقتراح لو قدم من رجال الاعمال رجال الاعمال مش صحاب دخول مرتفع لانهم اصحاب شركات فبالتالي هو بيحصل على ارباحه من الشركات دي هو مش موظف لدى الشركه فاذا النهارده هناخد شريحه واحده من المجتمع نخضعها لهذه الضريبه لكن هو النهارده المفروض يتم ايه من الحكومه ان النهارده او من مصلحه الضرائب او من وزاره الماليه ان يبقى في سياسه ضريبيه واضحه للمنظومه الضريبيه كلها ايه المتوقع منه في المنظومه الضريبيه انه يحقق لاهداف قصيره الاجل واهداف متوسطه الاجل واهداف طويله الاجل عشان انت النهارده تعمل مصداقيه للمجتمع الضريبي سواء الداخلي او الخارجي لاوجه الاستثمار بتاعته ما ينفعش النهارده اجي وكل شويه اطلع ضريبه بشكل اخر سواء الضريبه دي هتبقى مستمره او غير مستمره الراجل ما دفع الضرائب يلمس اي حاجه فعليه على الارض من اللي هو بيدفع ومش هيلمس طبعا لان احنا احنا في ظروف بالزبط. استثنائيه وعندنا عجز الموازنه بيوصل ل 200 مليار جنيه فالله يكون في اللي ماشي بالبلد طيب برضه من ضمن تصريحات وزير الماليه انه لا نيه لفرض الضرائب على المصريين في الخارج بناء على انهم لا يستفيدون من دعم او استحقاقات ماليه داخل الدوله. من وجهه نظر حضرتك كيف يمكن ان يساهم المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد القومي وهل موضوع الضرايب ده ايه هو حقيقه موضوع الضرايب ده كان قبل كده أسير في الثمانينات وكانوا بياخدوا من المصريين خارج ضريبه وطلع حكم عدم دستوريه بعدم دستوريه فرض ضريبه على العاملين بالخارج م. والحقيقه موقف العاملين بالخارج خلال الثلاث سنوات بتوع الثوره اللي احنا فيهم هو موقف ايجابي جدا 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 ويمكن احنا ما سند ما سندش الخزانه المصريه غير تحويلات المصريين في الخارج بالضبط. وفعلا وقفوا وقفه وطنيه جدا 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 والناس دي فعلا عندهم من الوطنيه اللي عايزين يدعموا الاقتصاد المصري لكن عشان تدعم الاقتصاد بيهم لازم تعمل لهم مشروع قومي اكتتاب عام في مشروع من المشروعات القوميه الناس عايزه تيجي تستثمر في بلدها بس عايزه يبقى في منظومه واضحه ليها عايزه سياسه واضحه ليها لكن يوم ما انا اقول ضريبه ابقى انا كده النهارده دخلت في جبايه وخصوصا النهارده دستوريا لا يجوز فرض ضريبه على على موظف خارج مصر بيعمل في دوله اجنبيه او دوله عربيه وبياخد النتيجة عمله من خزانه دوله اخرى فانا هفرض عليه ضريبه هنا فين وأنا النهارده مش هقدر أفرض ضريبة لإنه برضه حتصاب بعدم الدستورية، وبالتالي أنا حولت النهارده إن أنا ببقى فيه شيء جباية على هذا المصري اللي في الخارج. لكن النهارده أنا أقدر أدعم بيه الاقتصاد المصري، الراجل بيعمل تحويلات يمكن أكبر نسبة تحويلات أو أكبر مبالغ تم تحويلها خلال الفترة اللي هي كانت أيام الثورة المصرية، لكن الناس النهارده عايزة تستثمر، اديله فرص استثمار، اعمل له خريطة استثمارية اديله قوانين ثابته ما تعديلات كل شويه يحس فيها بعدم استقرار بحيث يقدر يحط لنفسه وللبلد كل اللي نقدر عايزينه منه طيب حضرتك بتشوف انه المستثمرين احنا محتاجين نقلل عليهم الضرائب ولا نتعامل زي كل حته في العالم انه مناطق معينه او هيبقى فيها تنميه معينه الضرائب تقل بشكل او يعني تتعمل ازاي بحيث انه ما يبقاش برضو المستثمر واخد تسهيلات زياده عن ابن البلد. تمام المستثمر الاجنبي او المستثمر الداخلي باي حال من الاحوال موضوع الضرائب هو احد العوامل اللي بيبني عليه دراسات الجدوى بتاعته وليس هو العامل الرئيسي. ما يهمش المستثمر الأجنبي سعر الضريبة عندك كام إن شاء الله لو حطيت سعر الضريبة 40% لكن يهمه قبل سعر الضريبة الاستقرار في التشريع يعني ما تجيش النهارده 40% بعد ما يحط استثمارات ويعمل دراسات جدوى معينه انه هيكسب بشكل معين او هيعمل استثمار معين تيجي بعد سنه ولا سنتين تقول له الضريبه بقت 50 بقت 60% م. ما ينفعش يبقى النهارده بني دراسته كلها انه هيبقى شركه في منطقه حره غير خاضعه للضريبه تيجي انت في 24 ساعه زي ما حصل قبل كده تقول له انت خاضع للضريبه بكره طب كيف يمكن ضمان ذلك مع تغير الحكومات هو النهارده المفروض بقى يعني ايه الاجراء اللي يتم الدول الناجحه اللي هي بيبقى فيها استقرار في التشريعات كلها. يبقى في منظومه تشريعيه كامله سواء ضرايب، سواء بيروقراطيه، م. سواء رخص، سواء الكلام ده كله، يبقى الراجل المستثمر عارف حقه ايه وواجباته ايه. انا بسال ده, ده عشان فهمت انه كان في مشروع قبل كده معروض لقناه السويس وتنميتها تنميه شامله من الصين وكان بتكلفه 285 مليار بس كان في شرطين رئيسيين، واحد ضمان السلامه بالنسبه للمشروع والمارينا اللي هتتعمل، والحاجه الثانيه انه ضمان عدم تغير شروط التعاقد بين الحكومات ما هو ده شيء طبيعي زي ما حضرتك بتقول انت جاي تبني مشروع او بتستثمر بمليارات فانت عامل دراسات جدوى دراسات الجدوى دي مبنيه ان في سعر ضريبه معين لا مانع ان احنا في في المرحله القادمه لو هنعمل مشروع زي او مناطق مميزه مثلا زي تنميه قناه السويس زي مشروع الممر الوادي الجديد بتاع الدكتور فاروق باز المشروعات القوميه الكبيره دي ان احنا نحط سعر ضريبه مميز ليها لفتره معينه بس بشرط ان يبقى في استخدام كثيف للعماله طيب عشان احنا وقتنا خلص بس لازم حاجه كده اسال عليها ان 31 مارس مع تقديم الاقرارات الضريبيه بالنسبه للافراد واعتقد بعديها بشهر 30 4 الشركات بس نقول للناس اهميه ده وانه يعني الحاجات سريعه ممكن نقولها للناس تفهم طبعا في روشته سريعه ان الاقرارات هو كل ممول لازم يلتزم بتقديم إقرار الاشخاص الطبيعيين والافراد والمهنيين في 31 مارس الشركات 30 أربعة الاقرارات الضريبيه حصلتها بالدعم الخزانه العامه للدوله اللي احنا مطلوب حاليا ان كل الناس تتكاتف ان الخزانه العامه للدوله تضخ فيها موارد عشان نقدر نغطي الالتزامات اللي عندنا ونقلل عجز الموازنه استاذ ياسر محارم امين عام جمعيه الضرائب المصريه نورتنا جدا اشكرك فندم ميرسي مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا في الاول ولا في الاخر الضرائب دي بتدفع عشان بلدنا تقوم على رجليها وعشان الخدمات اي نعم لسه الخدمات ما تحسنتش ولسه ما وصلتش اللي احنا عايزينه لكن مصيرها هتوصل طول ما احنا متكاتفين وطول ما احنا كلنا بنشتغل وقلبنا على البلد دي لسه معاكم لغايه 11 صباحا على الهواء بعد الفصل على قبل.